هنعمل السمان المحشي فريك. تعالوا بقى معايا اوريكم المكونات اللي احنا هنحتاجها لمحشي السمان ده. سمان اهو زي ما انتم شايفين وصغنن كده وشكله حلو قوي، بصوا اهو تمام. طيب هنبقى محتاجين فريك منقوع طبعا، وسمنه بلدي، صلصه، طماطم مبشوره، جزر مبشور، بصل ابيض مفروم، كرات، كرفس، ورق كرفس، و لا مش هقول لكم بقى الصوص عباره عن ايه، هنعمله مفاجاه الصوص ده ماشي. طيب هنحط هنا سمنه بلدي كده اهو، هحط مع السمنه البلدي البصل ده اللي هنعمل بيها الحشو، مع الثوم، ونقلب لحد ما البصله تبقى لونها ذهبي. هنحط مكعب مرقه فراخ، هنحط رشه جوزة الطيب ماشي، رشه كمون خلاص. هنحط بقى معانا هنا الكرات اهو كده مع الكرفس. ايوه يا هنا، ايوه ماشي. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هنحط دلوقتي الجزر المبشور اهو. نبتدي بقى نحط الفريك. الفريك مش بيحب خالص يبقى عنده شريك. ماشي اهو، ملح، فلفل اسود، ونقلب. هنجيب كده السمان ونفتحه كده اهو. حاضر، كريمه اهو كده، بصوا هنفتحه كده اهو خلاص، ونجيب الحشوه ونحطها. ده عشان صغنن قوي بلاش نحط ما بين الجلد واللحم رز كتير، عشان بس ايه ما يفتحش مننا. هو عامه مش هيفتح لان احنا برضو ايه عاملينه في الفرن، فهو مش هيفتح قوي اهو خلاص، عشان نكلبزه شويه اهي. هنجيب ايه بقى؟ سمنه بلدي اهو، مع الميه المغليه خلاص، مع التوابل، وهنحط المرقه بس مش دلوقتي، لما السمان ما نحطوش، بصوا كده من تحت كده خلاص، وهنغطيه بفويل ماشي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي هنعمل الصوص بتاع السمان. هنحط معلقه سمنه بلدي خلاص، مع مكعب زبده ماشي، وهنا بودره الديمي جلاس هنعمل كده. ميه تبقى دافيه الى حد ما، ماشي. هنقوم حاطين بقى ايه الكريمه اهو. ونقلب. عندنا تشيز كيك بصوص ايه؟ الشوكولاته. طيب حطيه وانا هقول لها تعمل ايه في الفراوله. هحط بقى معاه كده فص مستكه، بما ان الاكل اورينتال النهارده، وبس احنا عاملين بودره ديمي جلاس، فعاملين ميكس ما بين الاورينتال والحاجات اللي من بره، فهنحط بس ايه فص مستكه عشان يدينا طعم المستكه ماشي. نمسح بس الحاجات دي كده، نحط شوية كزبرة ناشفة، ونقلب نقلب لحد ما احس ايه ان الصوص تقل شوية.
بصي دي كده اهو كده 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 وكده. اعمل كده على السمان. مش قادره احكي لكم الطعم هيعجبكم ازاي، هيعجبكم جدا، وهتحس ان انتوا كلتوا حاجه طعمها مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليها. واللي مش بيحب السمان زي كده قوي هيحبه جدا بالصوص ده جدا. ليه؟ لان هو هيطريه.